الفكرة عن المشروع هو أن مؤسسة تحفة العروس قامت بتعاون مع مجموعة من الأكاديميين وعلماء الاجتماع بأبحاث في مجال الزواج. فالدراسات هذه قامت في المجتمع المغربي وخدينا مجموعة من العينات ووصلت لثلاثة حقائق. هو حقيقة الأولى هو تنامي ظاهرة العزوف عن الزواج، تنامي كذلك ظاهرة الطلاق، وتنامي كذلك ظاهرة العنوسة. بالنسبة لمؤسسة تحفة العروس، الشخص لما تنضم البرنامج البحث عن الشريك تيصبح عضو، كنطلبوا منه بطبيعة الحال عدة وثائق، منها نسخة من البطاقة الوطنية، نسخة أو جواز سفر، كذلك كنطلبوا ثلاث صور، كنطلبوا السجل العدلي، شهادة العمل، تحاليل ديال الصحة، كذلك كنطلبوا شهادة العزوبة أو شهادة الطلاق إذا كان الشخص مطلقا، أو شهادة الوفاة إذا كان الشخص أرمل أو أرملة. فمجرد فما ينخرط معنا الشخص كيتوصل بواحد البطاقة العضوية سواء سيلفر أو جولد أو بلاتينيوم، مباشرة كيكون عنده حق في 4 ديال الاستشارات، استشارة أسرية واستشارة قانونية، كذلك توثيق عقد الزواج، وبالتالي انخراط برنامج البحث عن الشريك، وتتكون عنده اون كونسلطاسيون افيك ان كوتش ان سيكولوج ولا ان كوتش دو مارياج في المؤسسه ديالنا. هذا لو كوتش هذا تيعطينا ان بينو عن الشخصيه ديالو، وبطبيعه الحال تيخدم معاه مسائل جد مهمه في مجال علم النفس وفي مجال التاهيل ديالو النفسي والذهني باش يكون مستعد للزواج. فبعد ما كنتوصلوا بهذا البيلون كنبداو نسوقوا البروفي ديالو لعند المرشحين اللي عندنا في المؤسسه. بطبيعه الحال لما كيكون واحد الاتفاق بين الطرفين بين المرشحين المرشح والمرشحة، فيتم اللقاء داخل المكتب. هناك ثلاثة ديال اللقاءات، بعد اللقاء الثالث غالبا كيكون الزواج. بطبيعة الحال استطعنا منذ 2017 أن نزوجوا أكثر من 50 شخص. الأسبوع اللي فات زوجت واحد الطبيبة، هذا الأسبوع هذا من المرشح أن يتزوج مهندس ومهندسة من مدينة الرباط. نجاح منقطع النظير صراحة، وكان واحد الإشعاع لهذه المؤسسة في الأوساط الاجتماعية. وعندنا برامج قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد الزواج. الهدف هو بصفة عامة هو تكوين الشخص على المستوى المالي والاقتصادي، لأن الزواج بطبيعة الحال مؤسسة سوسيو اقتصادية، لابد ما الشخص ما يكون عنده أدوات باش يدخل هذه المؤسسة هذه، باش نكونوا ما يسمى بواحد الأسرة اللي هي لبنة المجتمع، أسرة صالحة بناء على قيم مجتمعية صالحة. الأزواج اللي هما مقبلين إن شاء الله على اختيار شريك الحياة أكيد ما عندهمش تجربة سابقة في عالم الزواج، لذلك دورنا كمتخصصين في عالم الكوتشين أننا نعلموا هاد الناس هادو مهارات تأهلهم باش يكونوا ناجحين في العلاقة الزوجية ديالهم. كذلك الجانب النفسي اللي كنشوفوه بأنه جانب أساسي في اختيار شريك الحياة، فتنحاولوا ندعموا هذاك الجانب النفسي من خلال مجموعة العلوم اللي كتخلي الإنسان مقبل بواحد النية، بواحد طاقة إيجابية، بواحد الأفكار اللي هي هذه تساعد إن شاء الله على الاختيار الموفق لشريك الحياة، بحيث أننا تنصاحبوا وتنواكبوا هاد الأزواج هادو في الرحلة ديالهم ديال العلاقة الزوجية. لأن كيف كتعرفوا يمكن في حياتنا ضروري من وجود بعض الاختلافات أو بعض النقاشات، فلا بد أن يكون واحد الوسيط، واحد الطرف لمحايد اللي كيدخل في وسط هذا النقاش إن لم يتم الاتفاق بين الزوجين، باش يدخل بأدوات علمية وكذلك باش يحاول أنه يخلي يكون واحد العملية تقاربية بين الزوجين، يقرب المسافات في أي رأي.